طيب هلا هدول اربع دراجز اللي هن الاساكلوفير والفالساكلوفير والبنساكلوفير والفامساكلوفير، هدول الاربعه ما بيشتغلوا على السيتوميغالوفيروس، هن بيشتغلوا على الهربس سيمبلكس فيروس 1 2 3 اند 4. طيب مين بقى اللي بيشتغل على السيتوميغالوفيروس؟ في عندنا واحد اسمه سيدوفوفير. سيدوفوفير اول شيء بدنا نعمل ترانسليشن للاسم تبعه، سي سي يبقى سيتوزين، يبقى لما نطلع لهون رح نلاقي في عنا بايرميدين، وهي البايرميدين شو نوعها؟ نوعها سيتوزين. ليش؟ لانه هي في عند ال NH2 فوق، طبعا هي مو دبل بوند، هي سنجل بوند اكيد. المهم ال NH تبعه شو بتكون فوق، يبقى هذا على طول شو؟ سيتوزين. طيب دو يبقى دي اوكسي، دي اوكسي. ليش دي اوكسي؟ انه هون ال 2 داش 2 داش دي اوكسي، في عنده 2 داش دي اوكسي. تمام. فوفير اف اف، يبقى شو في عنده؟ في عنده فوسفات، يبقى اجين سيدو فوفير. بدي اعرف الستراكشر من من ال من ال من الاسم تبعه، السي يبقى سيتوزين، دو يبقى دي اوكسي، هون في عنده 2 دي اوكسي، الاف يبقى شو؟ يبقى فوسفات. طيب ماشي. ال شو اسمه هلا في سؤال، هل هذا سيدو فوفير سيلكتيف لل شو اسمه للانفكتد سيل، ولا هل هو مانو سيلكتيف؟ لا، السيدوفوفير مش سيلكتيف. ليش؟ انه هو في عنده فوسفات، وهي الفوسفات الاولى يلي انا كنت محتاجتها، اللي سوري اللي هو اللي انا كنت محتاجه الفايرال ثايميدين كايناز مشان هو يحطها. طب انا اوريدي حاططها، هل انا بقى محتاجه ثايميدين كايناز؟ لا طبعا، انا هون بقى بتجي الهيومن هوست، الهيومن ثايميدين كايناز بيجي بيحط الفوسفات الثانيه والثالثه، وبيقوم الدراج اللي هو السيدوفوفير بيشتغل عادي. فالسيدوفوفير بدي اعرفه عنه انه هو شو؟ انه هو نون سيلكتيف، فبالتالي شو بيعمل؟ بيعمل نيفروتوكسيستي. واكيد اكيد الاسيدوفوفير هذا بيتاخد انجكشن اونلي، لانه هو فيري فيري بولر، انا باخده انجكشن انجكشن اونلي. طيب تو ريتش بقى الاكتيف فورم من السيدوفوفير، احنا قلنا طبعا الاكتيف فورم من اي دراك من هدول لازم يكون في عنده شو؟ لازم يكون في عنده، لازم يكون في عنده 3 فوسفات. طيب انا تو ريتش الاكتيف فورم من السيدوفوفير، هل انا محتاجه 3 فوسفات؟ يعني هل انا محتاجه اروح احط له 3 فوسفات؟ لا طبعا، انا محتاجه احط له 2 فوسفات اونلي، انه هو اوريدي في عنده اول فوسفات. فبالتالي تو ريتش الاكتيف فورم اوف السيدوفوفير دبل فوسفوريليشن اونلي نوت تراي، لانه شو؟ لانه هو اوريدي في عنده فوسفات واحده، فانا بحط له الثانيه والثالثه، يعني انا بحط له اثنتين بس، فبالتالي اسمه دبل فوسفوريليشن. واللي بدنا نعرفه السيدوفوفير هو الوحيد اللي بيشتغل على شو؟ على سيتوميغالوفيروس. طيب هذا السيدوفوفير اوكي ماشي. ليكو هي السيتوزين، هي الان ليكو فوق، وبعدين في عنده شو؟ في بعدين في عنده الدي اوكسي، هون الدي اوكسي، وبعدين في عنده بقى شو؟ في عنده الفوسفيت. هذا شو؟ هذا السيدو فوفير. طيب هلا في عنده بقى اخوه اسمه ادي فوفير دايبوفوكسيل، ادي فوفير دايبوفوكسيل. الادي فوفير دايبوفوكسيل من اسمه بنترجم الاسم، ادي بقى ادينين، الادينين بقى هي شو؟ هي بيورين، بيورين بيورين يعني كبيره، في عندها باي سايكليك، وفي عندها شو؟ في عندها الان اتش تبع الان اتش 2 تبعها بتكون فوق. تمام. يبقى هذا شو؟ هذا الادينين اف فوفير اف، يبقى في عنده شو؟ يبقى عنده فوسفيت. دايبوفوكسيل، شو هذا دايبوفوكسيل؟ يعني دايبوفاليك اسيد. نحن بنعرف انه البيفاليك اسيد اللي هو كان الاسيد اللي كان في عنده البروبايل اللي هي ايدين الكتكوت هدول، هاي بيفاليك اسيد وهاي بيفاليك اسيد، يبقى دايبوفاليك اسيد. يبقى شو اسمه؟ اسمه ادي فوفير دايبوفوكسيل. وطبعا هو بما انه في عنده من هون اسيتات ومن هون اسيتات، يبقى هو على طول شو؟ برو دراج، محتاج الاستريز مشان يفك هاي الاسيتات ويفك هاي الاسيتات ويعطيني بقى شو؟ الاكتيف دراج تبعي. يبقى هذا شو اسمه؟ اسمه ادي فوفير دايبوفوكسيل. وهو اكيد بما انه هو برو دراج وبما انه هو استر، فبالتالي هو اللايفوفيليستي عالي انه هو داي استر، فبالتالي هو بيتاخد اورال عادي جدا. هل هو بيعمل immediate termination؟ طبعا بيعمل immediate termination، لانه هو حتى ال 3 داش او اتش تبعه ما انا موجوده، يبقى هو كمان داي دي اوكسي، داي دي اوكسي. 2 داش مش موجوده و 3 داش مش موجوده، فبالتالي هو داي دي اوكسي. بتاخذ لا الهيباتايتس بي فيروس، ممكن اخده لحاله الون، او ممكن اخده مع الليموفودين، وهلا رح نعرف شو هو الليموفودين. طيب طب ممكن يسالونا الاكتيف فورم اوف الاديفوفير دايفوكسيل هو الاديفوفير ترايفوسفيت ولا الاديفوفير دايفوسفيت؟ بنقول لا، الاديفوفير دايفوسفيت. ليش؟ لانه هو مثله مثل سيدوفوفير، انا مشان اعمل له اكتيفيشن رح احط له 2 فوسفيت اونلي نوت 3 فوسفيتس. طيب الشكل تبعه بقى، الشكل تبعه وين الشكل تبعه؟ ايه هذا ليكو الادي، هي الادينين. تمام. الاف يبقى الادي فوفير اف، يبقى هاي الفوسفات. دايبوفوكسيل يبقى هاي بيفاليك اسيد وهاي بيفاليك اسيد، شو؟ مثل ايد الكتكوت. تمام. بس